إجراءات وقائية تخص العملية التدريسية أعلنت عنها لجنة التربية النيابية لتفادي جدر القردة وما قد يتسبب به من أعراض صحية، فما التفاصيل؟ في وقت يشهد العالم تسجيل حالات إصابة بالفيروس الجديد الذي امتد تفشيه من القارة الإفريقية إلى عدة دول حول العالم، أكدت لجنة التربية النيابية اتخاذ إجراءات وقائية مسبقة بالاستفادة من تجربة كورونا السابقة عبر اقتراح تقسيم دوام الطلبة على مراحل صباحية ومسائية مع تقليل أعدادهم، خاصة في المدارس ذات الأعداد الكبيرة دون التفكير بخيار الإغلاق. يذكر أن العراق لم يسجل لحد اللحظة أي إصابة بالفيروس المنتشر. وأنت، ما رأيك بمقترح التربية النيابية؟ وهل تتوقع أن يصل جدري القردة للعراق؟